مرحبا بالجميع. اليوم سنغوص معا في عالم التوابل ونكشف عن سر رائع، الفوائد الصحية للهيل. نعم، تلك البذرة الخضراء الصغيرة التي تضفي لمسة سحرية على الشاي والحلويات الخاصة بك هي كنز من الفوائد الصحية. Break time in zero coffee. هل تعلم أن الهيل يلقب غالبا بملكة التوابل؟ حسنا، ليس فقط بسبب نكهته الفريدة والعطرية، ولكن أيضاً بسبب خصائصه الصحية المذهلة. أولاً، الهيل معالج طبيعي لمشاكل الهضم. هل تشعر بالانتفاخ بعد وجبة دسمة؟ كوب من شاي الهيل قد يكون ما تحتاجه، فهو يساعد على تخفيف الانتفاخ وحرقة المعدة وحتى الغثيان. لكن هناك المزيد، الهيل مفيد أيضاً لجهازك التنفسي، فهو يعمل كمقشع طبيعي، يساعد على إزالة المخاط من الجيوب الأنفية وتخفيف أعراض نزلات البرد والسعال. تخيل أن تتنفس بسهولة أكبر بمجرد إضافة القليل من هذه التوابل إلى نظامك الغذائي. Break time zero coffee. ودعونا لا نتجاهل خصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساعد في تطهير جسمك وحماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. إنه مثل امتلاك حارس شخصي داخلي. بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بصحة القلب، فإن الهيل هو أيضاً أفضل صديق للقلب، فهو يساعد على خفض ضغط الدم ويعزز صحة القلب بشكل عام. إنه لأمر مدهش كيف يمكن لهذه التوابل الصغيرة أن تفعل الكثير، أليس كذلك؟ لذا، في المرة القادمة التي تتناول فيها شاياً بنكهة الهيل أو تستمتع بحلوى بطعم الهيل، تذكر أنك لا تدلل براعم ذوقك فحسب، بل تعزز صحتك أيضاً. احتضن هذه التوابل التي لا تعزز طعامك فحسب، بل تعزز صحتك أيضاً. أبدأ برش القليل من الهيل في حياتك، وافتح سر صحتك. شكراً لمتابعتكم، ابقوا بصحة جيدة وسعادة.